أسئلة وقفية أخرى. شكرا للإخوان مديري المنابر الصحفية المشاركة، وأيضا الإخوة المواطنين على التفاعل ديالهم. طبعا الحال زوين هذا التمرين الديمقراطي وهذا التفاعل بهذا الشكل هذا. أنا ولد المدينة زعما ما عمري ما عشت هذه الطريقة ديال التفاعل بهذه الطريقة، وأنا مواطن عادي، فالآن لي الشرف أنني أعيشها وأنا أساهم في تدبير الشأن المحلي. فأنا سي واقفي زعما أنت ماشي بولد صخيرات وتتكلم بحرقة أبناء المدينة، فكان يظهر ذلك على محيك. كيهضر فأنا نقول لك السي الواقفي هو كنت تشوف يعني دابا هذا الكلام اللي قلتي ربما يحلنا على تكون صارم تكون كذا فيها حتى ذاك العلاقه ديالي مع الـ مع الـ مع الاعضاء في الدورات والطريقه ديالها والصداعات ورد الفعل ورد الفعل. وانا نقول لك واحد الحاجه، المواطنين الان ملي كتجي في هاد 6 شهور الاخرانيه راه ما كانوش كيسولوني على فلان اللي عاير واش قلتيه، وفلان اللي شي واحد الا قلل الادب عليك واش قلتي له، وهذاك اللي قال لك ذاك النهار وعلاش ما كانوش كيسولوني هكا. اش بدو كيسول؟ كيسول على الحصيله، داك الصداع السي الفقيه شغلك هذاك الصداع من كان يستفيد منه؟ كان يستفيد منه هذاك اللي جاب لي الصداع ما عندوش ربح في الحصيله كحصيله ايجابيه، عنده ربح بعضهم انه يلهيك على المسار اللي انت خدام عليه. فانت بين امرين، اما انك تنتصر لنفسك في لحظه انيه صافي وغادي ترتاح، واما ترتاح ربما نفسيا ولكن ما غاديش تقوم بواحد ما غاديش يلهيك داك غادي يلهيك داك الشيء على داك الهدف الحقيقي اللي انت من اجله داخل هذاك المجلس، انك انت اللي الرئيس وانت اللي غادي يسولك غدا اشنو دار، واما غادي تنوض وما غاديش تسمع وغادي تديها في داك العنان، واللي عايرك واللي قال لك شي كلمه خايبه وباش تكون صاري معاه وقال لك وتقول له الفعل ورد الفعل، غتقول داك الشيء تحتسبه عند الله وتقول لا انا المواطن في الاخر غادي يسولني على الحصيله فنبقى مركز على الحصيله. انا اذكر بانه في الاول ديال الولايه ديالي كنت درت واحد اللقاء تواصلي في دار الشباب، ومن بين الامور اللي كنت ذكرت واحد القصه ديال الضفدعه. قال لك واحد الضفدعه جابوا بزاف ديال الضفادع كيديروا السباق باش يطلعوا للجبل، ايوا الناس بداو كيضحكوا عليهم، واو الضفدعه غادي تنتهي الضفدعه غادي تطلع للجبل، اللي سمعت هذه الهضره كتكملش في بلاصتها ما كتقدرش تزيد، الا وحده قد طق حتى وصلت للجبل، فاش قلبوا عليها لقاوها ما كتسمعش. فاحنا بين امرين، اما انني ما نسمعش ونوصل لذاك الهدف ونعاود نحقق ما داك الشيء اللي قديت عليه، والا انني غادي نتلها اللي جر لي نتجار معاه واللي قال لي نقول له، فهداك الشيء لن ينفع الا فهمتي الناس اللي الا فهمتي داك اللي كيتاجروا فهمتي في الخاويات. اما الحمد لله حنا جينا بواحد الهدف، كان خاصنا نخرجوا بامور اللي نخرجوا عند المواطن وبوجهنا احمر ونقولوا درنا ودرنا ودرنا والامور. انا بالعكس انا كنت تسول سؤال اخر حتى الساده المواطنين، شي واحد كنت كنتسنى يكون ذكي ويقول لي السيد الرئيس شنو هما الامور اللي كنت بغيتي ديرهم وما درتيهمش؟ شنو هما الامور اللي ما قديتوش ديرهم؟ خرجوا للمواطن وكونوا كنهضروا بالوضوح. راه انا اليوم كنجي وكندافع على هذا سميتو كنقول داروا 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 دار، كنقول بوجهي احمر، لان اليوم اشتغلنا وما عندناش اغلبيه السي الواقفي. راه ليس بالسنه كتشتغل انت ما عندكش اغلبيه ودير هذا الشيء وكبار كنستير بارك كنستير بارك رانابيك بارك السينيسيس، خرجوا شوفوا الناس اللي كيخرجوا معك كيزوموا كيمشيو للتماره ويجيو وبركه وملاعب القرب وهذه الفضاءات الالعاب اللي راه عذاب ديال الامور ما عندكش اغلبيه ورغم ذلك كنقول بانه كنا علاش؟ لان كان خص مقررات يدوزوا. كنتي كتقول لاجل هذه المدينه وضعت هذاك ديالي وشخصي لله ماشي مشكل، المهم هو انهم يدوزوا هذوك المقررات وتبقى الوليدات ديال المدينه ولشبابها ونسائها. فبطبيعه الحال داك الشيء باش داك المنطق الصراع والماده داك الشيء زعما كنت كنقول لا راه المهم انك تمشي اللب ديال 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 ديال, 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 ديال
يعني كنتي كتمشي للهدف ديال التواجد ديالك في هذا المجلس وهو انك تخرج بانجازات. الاناره والماء انا معاك 11 مليون ديال الدرهم اونص واكثر. نقول لك واحد القضيه سي الواقفين الناس اللي كانوا واحد القضيه تقلقوا عليا على انا لقيت بعض السقايات كياكلوا 3000 متر كوب في الشهر. راه انت في دارك الا بقيتي كتصرف غتصرف واحد بين 3 حتى 5 وبزاف 3000 متر كوب. انا لقيت ناس في المجتمع المدني شادين سقايات وكيعمروا بهم البيان وجي دابا يلقى بولا كيجي كيبدا يغوت يقول لك بولا ناقصه. هذيك البولا راه كانت كدير داك الماء اللي كنت كتعمر في البير. وكنقول لك الا ما بغاو الناس هكا ما يعاودوش يصوتوا علينا. والله ما عندنا حتى مشكل ولكن راه ما غنقولوش شي معقول من غير هذا المعقول. غنقول لك هادشي درناه 100% راه ما درناش 100% راه واحد المسار بديناه ومازال وخاصنا الناس المعقول. وراني كنقول لك المعقول ما كاينش غير في العداله الوطنيه كاينين حزام فيها شرفاء وفيها علاقه ديالي مع ناس طيبين. حنا كنقلبوا على ذاك المعقول فين ما كان ونخدموا معاه وما عندي حتى مشكل. راه الاناره راه في الاول كنا جبنا مشروع اقترحنا على المجلس مشروع كان فريق العداله اقترح الناس مشروع ديال احداث شركه للتنميه المحليه ديال تدبير الاناره العموميه وكنا رابحين فيها ماديا ماشي تدبير المفوض كما فهموها واحد الناس. كنا كان واحد الموديل ايكونوميك زوين. الان كنهضروا على شركات ديال التنميه المحليه وكان اليه لازلت اعتقد بانها اليه مهمه. وداك الشيء باش انا كنقول بانه التدبير الان خصو بحال هذه الاليات هذو اللي هزوا من المستوى يعليو من الكعب ديال 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 ديال, ديال, ديال التدبير ومن الصوره هذيك ويغيروا ديك الصوره النمطيه ديال 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 الجماعات. انا بالنسبه للتصميم التهيئه انا غير نشرح لك هو تصميم التهيئه راه ما كانش راه لم تعد دراسته. راه ما رجع غير السي تي ال رجع غير الكوميتي تكنيك لوكال ما تعاودتش الدراسه ديالو التصميم التهيئه. بالعكس راه الا شتي راه فاش تعاود تحيد راه هذاك فاش طاح البلون داميناجمون ديال 2019 طاح فقط لانه مساله ديال الاجل فقط لا اقل ولا اكثر. يعني ما كان حتى شي مشكل. فاش تعاود دابا بالسي تي ال دابا بالعكس دابا مشى بسرعه قياسيه. وانا نقول لك اكثر راه دوزناها اللجنه المركزيه دوزناها دابا كنتسناو غير الاعلان ديالو في الجريده الرسميه. وانا كنت فايت اللي شرحت للمواطنين على الصفحه ديالي بانه راه دخول حيز التنفيذ بالنسبه للعقارات اللي ما فيهاش الملاحظات راه داخل حيز وناس وحطوا لنا ناس مشاريع وحنا الحمد لله يعني رخصناها. بالنسبه لدور الصفيح انا نقول لك بالنسبه لدور الصفيح تشرف عليه السلطات الإقليمية و يعني البرامج تقترحها السلطات الوصية اللي هي وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة. وحنا اش كنديروا حنا الدور ديالنا؟ وأننا كنعاونهم في التنفيذ ديال المشاريع. كان فعلا المشروع ديال 19 أكتوبر كان يعني المجهود راه هذاك المجهود الحمد لله زعما ديال أنه هذيك ملي كنقولوا 19 أكتوبر ثلاثة العقارات عقار ديال 14 هكتار ثلاثة هكتارات اللي كاين عليها دور الحجر دابا وكاين واحد جوج هكتار وشي حاجة اللي كاينة في يعني في الغرب في الشرق ديال 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 حي الفتح. هذاك كان مجهود مهم اللي كان دار في إطار تخصيص هذاك العقار للشركة ديال العمران. دار مجهود ماشي ما داش فيه كل شيء فيه الجماعة فيه السلطة فيه وقع واحد الوقيتة بلوكاج بين العمران وبين إدارة ديال الأملاك ديال الدولة ما تفاهموش على الثمن ديال الشراء. فوصلنا لواحد الباب مسدود. راه هادشي اللي وقع في هذا الملف. نعم كان المشروع ديال 19 هكتار وانا المشروع ماشي غير كان تم ترخيصه ولكن وصلنا لهذاك النقطه ديال ذاك الباب المسدود ما توافقوش على ذاك الثمن لم يكن بدا من 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 من, من, من ان يعني الوزاره فكرت في امور اخرى وبطبيعه الحال هي فاش دارت هذاك هاد المشاريع اللي هضرتوا عليها. سي عبد الله الرحوي هضرتي لي على الرفاقيين المدافعين عن العداله والتنميه راه معك بعض الاعضاء. وانا نقول لك واحد الحاجه السي الرحوي كاين بعض الناس اللي هما غيروا الوجهه ديالهم ما غاديش نجيو اليوم ونقولوا علاش دوك الناس اللي هما غيروا الوجهه ديالهم غيروا من طريقه الدفاع ديالهم عن العداله والتنميه. حزب العداله والتنميه هو حزب اكبر من شخص. حزب عنده منهج، عنده طريقه عمل،
اللي بغى يتشبع بهذه الطريقه ديال العمل وهذا المنهج مرحبا. شي واحد اللي ما ربما مشاتش راه كيمشي. دونك ما تحاسبش الحزب العداله والتنميه بواحد التصرف نشاز ديال واحد الشخص معين، لان كنهضر على الحزب كحزب الذي يمثله كاينه هيئه، وحاس الى ديك الهيئه زالت عن المسار ديالها تما ممكن تقول بانه الحمد لله العلاقه جد طيبه مع الـ مع الـ مع الهيئه اللي كتمثل الحزب هنا بمدينه الصفيرات الكتابه المحليه. كاين على العكس حزب العداله والتنميه ربما اكثر الاحزاب يشتغل بطريقه مؤسساتيه بشكل كبير، ولا زلنا نشتغل بها والحمد لله كاين دعم من الجهتين. حنا مع يعني انا كمنتدب للتدبير المحلي الحمد لله كتابة محلية تشتغل بشكل يعني مؤسساتي جيد، والحمد لله بالنسبة لهم هما راه العمل اللي دار على مستوى المجلس عمل اللي يحق لحزب العدالة والتنمية ان